هو انت ليه بتتكلم على الجزائر كتير؟ هل انت بتحب الجزائر للدرجه دي؟ بص انا بحب جمال بالماضي الامانه، وثانيا علشان اجيب فيوز. سريع جدا معاك للامانه والشهاده بتاع ربنا، انا اتفرجت على اغلب الماتشات اللي اتلعبت النهارده، اتفرجت على ماتش المنتخب المصري كامل، اتفرجت على ماتش المنتخب المغربي كامل، اتفرجت على اجزاء كتيره جدا من ماتش الجزائر وماتش تونس. اكتر مباراه عجبتني لمدير فني اشتغل شغل تكتيكي عالي كان منتخب الجزائر. ما عجبنيش وحيد خلوزيتش، جلال القدري تحفظه الدفاعي كان اوفر قوي، تحفظ الدفاع كارلوس كروش كان اوفر قوي 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 قوي. فنتكلم على المدير الفني اللي اشتغل النهارده شغل تكتيكي مناسب جدا، ونتكلم على المدير الفني اللي النهارده عمل ابجريد للافكار. الافكار بتاع الكره الجميله وان انا اروح اقدم كره جميله في ملعب جابوما، الكلام ده احنا اتكلمنا عليه كتير قوي في نفس القعده دي على الكرسي ده، واتشتمنا كتير وناس كتير قوي قالت لك اخطونا، قلنا يا جماعه ما ينفعش تروح تلعب في افريقيا سكس فوتبول. كره القدم الجميله دي تلعبها قدام الفرق الاوروبيه، انما كره قدم فيها سكسي فوتبول وكره جميله وكره من رجل الرجل، وجبت الثاني نجيب الثالث وجبت الثالث نجيب الرابع، الكلام ده حلو قوي ومميز ومثير جدا، واي حد بيتفرج على كره بيحبها بيحبه جدا. بس الكلام ده على ملعب سيء وارضيه سيئه واجواء وطقس سيء، لعيبتك مش هيعرفوا يعملوا ولا اي حاجه من ده، ومع ذلك هتقارنك تمسك كوره. بس لما تمسك كوره هتتخطف منك الكوره وتلبس مرتدات كتير، وانت عندك مشكله فيها تقل في خط الدفاع بتاعك. فاستمرار جمال بالماضي بال 4 2 3 1 اللي بتحول ل 4 2 4 النهارده تاني بعد ما فشل في كاس الامم، كان هيبقى انتحار وكان هيبقى جريمه بيعملها في حق نفسه وحق المنتخب الجزائري. افضل حاجه عملها جمال بالماضي هو انه قرر ان هو يغير طريقه اللعب، وقرر يغير طريقه اللعب على حسب المنافس اللي قدامه عامل ازاي، لان هو قال جمله محترمه جدا على المنتخب الكاميروني، قال صعب جدا ان اي مدرب في 3 حصص يقدر يغير طريقه لعب ويقدر يغير شكل الفريق، وكان بيتكلم على سونج، لان سونج اشتغل مع الفرقه دي 3 4 تمرينات، وصعب جدا انك تعرف تغير شكل فريق في 3 4 تمرينات. فبالماضي كان عارف كويس قوي هو رايح يلعب فرقه عامله ازاي، رايح يلعب اكامبي، رايح يلعب فينسنت او بكر، رايح يلعب فرقه بتلعب كوره عرضيه كتير. فكره الثلاثه تحت دي كانت مميزه جدا، لان المنتخب الجزائري بيعاني من الكره العاليه. المنتخب الجزائري بيعاني من الكره العاليه، ما حدش قالها قبل كده. المنتخب الجزائري كان عنده مشكله في الاثنين ورا، لان الكره العاليه والهجمات المرتده بتبقى خطيره جدا جدا، سواء مندي وجنبه جمال بالعمري وعبد القادر بدران، او بدران وعيسى مندي، الثنائيات دي كانت بتشكل عليهم خطوره كبيره جدا في الكرات العاليه. فانك تحلها وتلعب بثلاثه تحت وتلعب ببدران وتلعب بمندي وتلعب بجمال بالعمري، فكره مميزه جدا انك تلعب بثلاثه. رامي من السبعيني كان ناحيه الشمال، وبالمناسبه رامي من السبعيني هيغيب المباراه القادمه لتراكم الانذارات هو واسماعيل بن نصر، مش واحد فيهم بس اللي هيغيب، لا للاسف الشديد اتاكدت من الخبر هم الاثنين هيغيبوا، لان هم الاثنين كان عندهم انذارات سابقه. بس ان شاء الله باذن الله اللعيبه البودلة يقدروا ان هم يحلوا مكانهم، وان شاء الله يقدموا الاضافه في مباراه العوده. بن نصر وبن سبعيني كانوا عاملين ناحيه هجوميه كويسه قوي، وبالذات رامي بن سبعيني وقدامه يوسف بلايلي. يوسف بلايلي اللي مان اوف ذا ماتش، لو دورت على حسابات بلايلي النهارده وتقييم يوسف بلايلي هتلاقي ان هو اعلى لاعب في المباراه، اعلى تقييم في المنتخب الجزائري 7.9، 7 نقاط فاصل 9. يوسف بلايلي تقريبا كان هو افضل واحد في الملعب بالنسبه للمنتخب الجزائري. لو حابين نتكلم مثلا على الاحصائيات بتاعته، فهو عمل مراوغه ناجحه من مراوغتين، وعمل تمريرات دقيقة بنسبة 90% وخلق فرص، الاسيست اللي هو عمله لإسلام سليماني. ولو حابين نتكلم على بلايلي هنخلص الفيديو على بلايلي وهنطول الفيديو، فلا عزيزي يوسف بلايلي عمل مباراة عظيمة جدا عكس محرز الناحية التانية. محرز النهاردة ما كانش في يومه، بس محرز عارفين كويس قوي ان اي كورة ثابتة على مرمى المنتخب الكاميروني رياض محرز كان كفيل بيها، معروفة بالنسبة لحد بيشجع سيتي ان رياض محرز في كورة ثابتة بيخلص على طول ما بيرحمش. سليماني قدم مباراة عظيمة جدا، وهرجع تاني واقول يا جماعة المهاجم بيبقى شغال على حسب المنظومة اللي معاه عاملة ازاي، المهاجم هو اخر فرد في المنظومة، لو المهاجم جات له كور كتير للتسجيل وقتها حاسب المهاجم على الكورة اللي ضيعها، انما المهاجم لما ما يجيلوش كور كتير للتسجيل ما ينفعش انك تحاسبه. النهارده اسلام سليماني جات له فرصتين، واحدة اتلعبت ولعبها هو وشاطها وقلنا انا صدها، والتانية قدر ان هو يحولها في المرمى. فده فرود منتج، الراجل جاله اتنين سجل منهم واحده كويس جدا، انما لو ما جالوش حاجه خالص صعب جدا ان لك اسلام سليماني المشكله فيه. وصل سليماني ما بيجيلوش حاجه، لما يجيله حاجه اتكلم عليه، هو جاله النهارده وقدر ان هو يسجل يبقى كويس جدا ومقبول جدا. وعاش عم سليماني وعاش هداف تاريخي للمنتخب الجزائري، لان حته الهداف التاريخي دي لازم تقعد تفكر فيها الناس، لان الموضوع مش موضوع سن، احنا بنتكلم على كريستيانو 37 وبنتكلم على ابره داخل على 40، فما اشمعنى يعني لعيبتنا لما تيجي 33 سنه نقول اصل السن ومحتاجين نغير ومحتاجين دماء جديده،
الكلام ده يعني، قاعدين نبص على اللعيبه الاجانب وفخورين بيهم قوي ومذهولين ومبهورين، مع ان في لعيبه عندنا هدافين وبيقدموا مستويات كويسه زي سليماني. اشمعنى بقى؟ الله اعلم، هو عرق الاجنبي اللي هو الاجنبي افضل هيفضل عندنا كتير، مش عارف والله. رامي الزروقي الناحيه دي برضو عامل شغل كويس جدا، بس حسين من العيال كان واخد وجبات دفاعيه هو عبد القادر بدران، علشان كان هيقابله ايكامبي وفينسنت اباكر. بدران وقدامه حسين بن عياده دورهم واضح، انت نازلين تدافعوا الناحيه دي قدام فينسنت ابو بكر وقدام ايكامبي. وبرده الامانه انا مش عارف فينسنت ابو بكر اتصاب ولا سونج غيره ليه، لان سونج غيره بعد دقيقه 45، اللي هو انت ريحت المنتخب الجزائري كتير جدا من خطوره فينسنت ابو بكر وسبت ايكامبي. فدلوقتي المنتخب الجزائري بقى عارف كويس قوي ان الموضوع ممكن يكون اتسهل شويه بخروج فينسنت ابو بكر. رغم كده برضو المنتخب الجزائري ما رخاش الدفاع بتاعه، المنتخب الجزائري قدم جيم دفاعي مميز جدا الشوط الثاني. وموضوع جيم دفاعي دي ما بتزعلش يا جماعه، لان معلش يعني من اراد الموت عارف الاسد السيرك على راي عم مورينيو. انت عايز تطلع بنتيجه وعايز تكسب، ما تدورش على اداء. وبعدين انت بتلعب في ملعب ما ينفعش تقدم فيه اداء وكره جميله وسكس فوتبول. قعدنا نقول يا جماعه نخف موضوع المعايير، اي نتيجه كسبت بيها افرح بيها واستمتع بيها. انت كسبت المنتخب الكاميروني، المنتخب الكاميروني مش من قليلين في القاره دي، المنتخب الكاميروني من كبار القاره دي. ولما تكسب الكاميرون في ملعبه مش مهم الاداء عامل ازاي، المهم انك عرفت تكسب. هتقول لي ايه ده، ما انت انتقدت المنتخب التونسي وانتقدت المنتخب المصري. لا، عندك المنتخب التونسي سيناريو المباراه ساعته وفي حاله طرد حصلت، والمنتخب التونسي مع ذلك قرر ان هو يتراجع وما يكملش في الجيم الهجومي، ويقرر ان هو يلعب 45 دقيقه كامله في الحاله الدفاعيه قدام 10 لعيبه. دي لازم تنتقدها، انما انك بتتكلم عنك بتلعب قدام الكاميرون لازم تدافع شوط تاني، وخصوصا انك كسبان والكاميرون بتلعب على ملعبها وسط جمهورها والملعب ما يتلعبش عليه كوره والحكم والارضيه وكلام كتيره جدا. طب ما انتقدت منتخب مصر؟ لا، منتخب مصر بعد ما جاب الجول في الدقيقه 4 قرر ان هو يسيب الكوره. فانت بتتكلم في ايه؟ الموضوع مختلف تماما، دي ظروف غير الظروف. برغم برضو ان الكواليتي بتاع لعيبه السنغال اعلى بكتير من الكاميرون، بس الاجواء اللي لعيبه المنتخب الجزائري كانوا فيها الشوط الثاني الموضوع صعب، لان احنا اتكلمنا على موضوع ان لعيبه المنتخب الجزائري بيعانوا معاناه غير طبيعيه في الاجواء السيئه والاراضي السيئه والملاعب السيئه. الكلام ده كنا بنتكلم ونقول ان دي واحده من اكبر نقط ضعف اللعيب الجزائري واللعيب المغربي، بس بالماضي حلها فكره معسكر غيني الاستوائي، يعني بالماضي حضر لكل حاجه صح؟ بالماضي حضر لكل حاجه صح. كان معاه توفيق ربنا؟ لازم يكون معاك توفيق ربنا علشان خاطر تكسب، ما انت ممكن تعمل كل حاجه وما تسجلش. النهارده انت عملت اللي عليك وقدرت انك تسجل، هي الكوره كده ما فيهاش كيمياء. انت عملت كل اللي عليك وما سجلتش ولعبتك بتضيع هتتغلب. عملت نص اللي عليك وسجلت هدف هتطلع كسبان. وده اللي حصل النهارده، المنتخب الجزائري ما قدمش سكس فوتبول، ما قدمش كره جميله، ما قدمش اي حاجه من اللي الناس جايه تقول المنتخب الجزائري هيعمل وهيسوي وهيدوس على المنتخب الكاميروني. المنتخب الجزائري طلع كسبان المباراه بطريقته، هو جاي النهارده يعمل جيم دفاعي قدام المنتخب الكاميروني ويطلع كسبان المباراه. احنا بندور على اداء، احنا جايين ندور على نتيجه يا باشا. موضوع الاداء والكره الجميله ده قاعدين نتكلم عليه بقى لنا فتره، ان الاداء في الكوره في افريقيا محتاجين ناخد خطوه ونشد بلاستر ونرجع نقدم كره نكسب بيها. ايه الكره نكسب بيها؟ كور طويله وفولات نشتغل عليها في التمرين. راجل اشتغل على الفولات واشتغل على الكره الطويله. النهارده كان في كور طويله، كان في فولات، كان في شغل على ارضيه الملعب دي. جابوه ملعب سيء نلعب عليه اللعب اللي ينفع يتلعب عليه. اللعب اللي ينفع يتلعب عليه؟ كور طويله بلاي يجري، كور طويله لرياض يجري. رياض عنده مشكله في موضوع الجري ده، لازم كوره كنترول ويعدي واحد على واحد يبقى مش هيركب معانا النهارده. وفعلا رياض مركبش معانا النهارده جوه الملعب. ليه بقى؟ لان الملاعب في قارتنا الجميله ليها يعني حاجات استثنائيه كده. انت لازم تيجي تلعب في افريقيا عارف كويس قوي موضوع الكره الجميله والكره من رجل لرجل والكلام مش هيمشي. هتلاقي ارضيات سيئه، هتلاقي ترتان زي ملعب المغرب النهارده. فانت تكون مكيف نفسك ومكيف فريقك على الاجواء اللي هيقابلوها. النهارده المنتخب الجزائري اللي فرق عن كاس الامم الافريقيه ان هو كان جاي عارف فيه ايه، عارف جابوما فيه ايه، جرب الاجواء دي قبل كده وخلاص حفظ. اتلسع من الشوربه مين فوق الزبادي، هم اتلسعوا في كاس الامم الافريقيه من الكره الجميله والسكس فوتبول واكتر منتخب خلق فرص في البطوله ومع ذلك طلع من الدور الاول. النهارده بقى انا مش جاي اخلق فرص، انا جاي عايز اكسب. قدمت كرة شكلها عامله ازاي؟ مش مهم. كنت سيء، كنت سايب الكرة للمنتخب الكاميروني الشوط الثاني، المنتخب الكاميروني كان خطير والكلام ده، ورئيس مبولحي كان متالق، مش مهم. المهم ايه؟ الناس فاكره النتيجه بتاع المباراه، لان انت مش فاكر مباراه الجزائر وغينيا الاستوائيه كانت عامله ازاي. الجزائر لعب وان سايد جيم، بس في الاخر الجزائر اتغلبت. الناس افتكرت ايه؟ النتيجه. انما النهارده
لما نيجي نتكلم بعد شهر مثلا واقول لك ماتش الجزائر وبكاميرون، هتقول لي يا الجزائر كانت سيئه في الملعب؟ لا، هتقول لي الجزائر طلعت كسبانه بهدف اسلام سليمان، النتائج هي اللي الناس بتفتكرها بس، انما الاداء بقى الناس يعني على مراحل قوي، الناس دي حاجه بلس اللي هو مش لازم قوي. هتقول لي والله يا مصري كلامك بيتغير، اقول لك والله يا برو انا اساسا بشجع فرقه بيدربها موسيماني بايعين موضوع الاداء ده بقالنا سنتين وشغالين على النتائج الله ينور، وبطل افريقيا مرتين على التوالي، ماليش دعوه بموضوع الاداء. فانت جاي النهارده قدام فريق بايع الاداء ومقرر ان هو يركز في النتيجه، جاب النتيجه وقدر ان هو يكسب المنتخب الكاميروني، حلم شعب وحلم جيل كامل من الجزائر هيتحقق بالنتائج مش بالاداء. الجزائر كانت بتقدم اداء وما كانش فيه نتائج، النهارده فيه نتائج وما تبصش للاداء، انك لو بصيت للاداء هتتعب، فما تبص للاداء وخليك واقعي مع نفسك ان انت مش عايز اداء لا اكتر ولا اقل من كده. تغييراتك كنت عارف كويس قوي انت بتغير فيها 3 4 2 1 او 5 3 2 او 5 4 1، لان هي التحولات بتاعه 3 4 2 1 الاثنين الباكات بيرجعوا يعملوا ادوار دفاعيه، رامي السبعيني وحسين بن عياده، بن عياده اساسا بيعمل ادوار دفاعيه، هينزل هم الاثنين يبقى 5، هينزل نص الملعب رامي هينزل نص الملعب رامز واسماعيل بن ناصر، وهينزل كمان معاهم البلايلي، وهينزل معاهم رياض محرز، تبقى 5 4، وفي الفيرود اللي قدام اسلام سليماني 5 4 1، 5 4 1 اهي واضحه وصريحه. الا بقى لو انت هتخلي بلايلي يطلع يعمل واجبات هجوميه مع اسلام سليماني هو او لعيب زي رياض محرز كده، قلبتها 5 3 2. هل دي فيها حاجه تزعل؟ ما فيهاش حاجه تزعل. ليه يا باشا؟ تشيلسي خد دوري الابطال بال 5 3 2 الكوخه اللي مش عاجباك دي، فطريقه اللعب ما فيهاش اي مشكله. لما اقول لك انك عملت جيم دفاعي ما تقوليش والله مصري انت حاقد وحاسد، الموضوع مش موضوع كده، الموضوع موضوع انك جيت عملت جيم دفاعي كويس كسبت المباراه بس، ما الف مبروك عليك. انا عن نفسي كمصري وصلت فاينل افريقيا بالمباراه الدفاعيه وضربات الجزاء. الناس تفتكر منتخب مصر وصل فاينل بطريقه عامله ازاي في 2017؟ لا، الناس تفتكر منتخب مصر كان تاني البطوله، والناس برضه تفتكر منتخب مصر كان تاني البطوله. فحتى الاداء دي ما تزعلكش، بالعكس الاداء حاجه بلس، قدمتها اديك تحيه ورزقك، ما قدمتهاش المهم انك كسبت بس لا اكتر ولا اقل. الفيديو طول صح طول، بس انا كان لازم اشرح لك موضوع الاداء ده، لان في ناس كتيره قوي بتزعل لو تقول ان انت عملت جيم دفاعي، ما فيهاش اي حاجه، عملت جيم دفاعي بس كان مطلوب منك انك تعمل جيم دفاعي لا اكثر ولا اقل. مش هقول لك موضوع ان الملعب اتقفل 11 دقيقه والحكم، ان الملعب ما اتقفلش، والموضوع ده كان بيحصل عندنا في مصر هنا، اللي احنا كنا بنتكلم ان احنا من احسن الدول اللي يعني بتستضيف بطولات، الملعب عندنا في مصر في الدوري كان كنا بنلاقي ان فجاه مره واحده في كشافات عطلت وبنقعد وقت لحد ما الكشافات دي ما بترجع تشحن وتشتغل، فالموضوع حصل عادي جدا بتحصل في اي حته. بس موضوع 11 دقيقة بصراحة كان اوفر وزيادة على اللزوم، بس عادي المنتخب الجزائري متعود على موضوع التحكيم ده، مفيش أي مشكلة خالص. في النهاية ألف مليون مبروك للمنتخب الجزائري لفوزه المستحق النهاردة على الكاميرون. لو عجبك الفيديو بعد كل ده فأنت برنس بصراحة برو، لو ما عجبكش الفيديو فرأيك برضه احترم، هعمل لك إيه؟ أنت مقتنع إن الأداء قدمت أداء جميل فرق. دي حاجة براحتك برضه.